والآن مع الأستاذة صباح أمين. فتفضل أستاذة صباح. يا جماعة طبعاً إحنا بنعتذر لها إن إحنا أخرناها، بس إحنا كنا حابين إن إحنا تكون من الناس اللي هنختم بيها زي ما بيقولوا ختام مسك. يعني هي عايزة تطلع فوق تعتذر عن هذا اللقاء. مساء الخير. شكرا للمنصة، شكرا للراقية الجميلة سهام الزعيري، واشكرها على دعوتها، شكرا جدا. واستاذ فايز مشي، انا كنت عايزه احييه. قصيدة حابة عنوان انها مصر. انها مصر ومصر تنادي، فهل من مجيب؟ يلبي نداء لأغلى حبيب، نداء الأمومة هز كياني، فقمت ألبي بشوق عجيب. فمصر الحضارة عبر التاريخ، ومصر الدواء ومصر الطبيب، ومصر أمان ومصر سلام. حضنت الهلال وصمت الصليب، ومصر أمام ومصر إمام، تراه حضورا وكيف يغيب، وكعبة علم تأم الجميع وتجمع كل زكي لبيب، ذكاء وعلم ودين وفن، فهذا سويل وذاك نجيب، وإخوان صدق يصون العهود، وإخوان صدق يصون العهود، بقلب رقيق وصدر رحيم. لأجلك خدنا الحروب الطوال، لأجلك خدنا الحروب الطوال، قهرنا اليهود في تل أبيب، وإن